يتجه الاتحاد الأوروبي إلى إدراج الجناح العسكري لحزب الله على لائحة المنظمات الإرهابية، وبحسب معلومات لمراسل العربية في بروكسل فإن من المرجح أن يصدر القرار الرسمي بذلك يوم الاثنين، وسيكون مرفقا ببيان سياسي يؤكد فيه الاتحاد أن القرار العقابي لا يمس إطلاقا الحوار السياسي الجاري مع الحكومة اللبنانية ولا برامج المساعدات التي يقدمها الاتحاد للحكومة وناشطي المجتمع المدني. في إشارة إلى تدهور أوضاعها الاقتصادية، صنف البنك الدولي إيران إلى فئة الدول ذات القروض المتعثرة لتكون ثاني دولة تنضم إلى القائمة بعد زيمبابوي. اقتصاد إيران الذي كان في السابق أحد أكثر الاقتصادات تقدما في الشرق الأوسط أصبح الآن مثقلا بالتضخم والديون مع العقوبات المالية والاقتصادية الدولية المفروضة على طهران نتيجة برنامجها النووي المثير للجدل. فالبنك الدولي وضع إيران مع زيمبابوي في فئة أصحاب القروض المتعثرة بعد فشلها في تسديد تعهداتها المالية منذ أكثر من 6 أشهر. طهران عجزت حتى الآن عن سداد 79 مليون دولار في موعدها بحسب بيان للبنك الدولي، بينما لا تزال مدينة بنحو 700 مليون دولار من المفترض تسديدها على دفعات جدولها البنك حتى شهر أغسطس 2022. أما الديون التي من المستحق تسديدها الآن فهي لمشاريع مولها البنك الدولي للإنشاء والتعمير قبل فرض العقوبات، وتوزعت في مجالات متعددة منها الإسكان والمياه ومساعدات ما بعد الزلازل. وبالعجز عن تسديد هذه الديون توضع إيران منفردة مع زيمبابوي في خانة قد تصعب من إمكانية الحصول على أي قروض تجارية. تعثر إيران عن سداد بضعة عشرات الملايين من الدولارات يثير عددا من التساؤلات حول أولويات السياسة الاقتصادية للدولة التي تصرح بصرف مئات الملايين من التسلح وتوسيع نطاق النفوذ، وتعجز عن تسديد ديون قدمت لها لانتشالها من دمار الزلازل. في سلسلة تقارير العربية، من الحرمين الشريفين نزور اليوم جبل الرحمة في مكة المكرمة، حيث يسارع المعتمرون بزيارته ومشاهدة الشاخص الذي يبلغ ارتفاعه 4 أمتار المقام في المكان الذي وقف فيه الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. نتابع. على ارتفاع 30 مترا من جبل الرحمة أو ما يسمى بجبل إلال، يقف هذا الشاخص بطول 4 أمتار شاهدا عن تاريخ طويل وسيرة جبل وقف عنده الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. هنا تتسارع خطى زوار مكة رغم صعوبة المرتقى ليتجاوزوا سلسلة من السلالم تصل إلى نحو 100 درجة تصعد بهم إلى سفح الجبل لغرض الزيارة ومشاهدة الشخص عن قرب. احنا جايين عمرة وحبينا نزور الأماكن المقدسة، والحمد لله أجينا على جبل الرحمة هذا، ونحمد الله ونشكره أسوة برسولنا، لأنه كان الرسول عليه الصلاة والسلام يجي ويتبارك بالمناطق هاي. حول هذا الشخص تدور القصص والحكايات، أبطالها من المعتمرين القادمين للبيت المعظم لأداء مناسك العمرة، فكل يمارس طقوسه وطريقته في الزيارة، منهم من يخط بقلمه أسماء عائلته، وآخرون يشيرون بأصابعهم ويبتهلون بالدعاء عنده ويلتفون حوله. وفي أسفل الجبل لم يخلو مجرى عين زبيدة الذي كان يغذي الحجاج قديما بصور وكتابات المعتمرين قد يصفها البعض بمناجاة بين العبد وربه. كتبنا أسماء في هذا سميته، كتبنا أسماء لأسماء إخواننا وعائلاتنا، الحمد لله هذا تعاقد بيننا وبين الله سبحانه وتعالى.
لا تخلو زيارة العمار هنا من تخليد للذكرى، فعدسات الكاميرا صديقة لهم تقتنص كل حركة هنا وهناك، كما لا تخلو ساحة المكان عند الشاخص من مبيعات للسبح والخواتم يعتبرها البعض ثمينة بثمن المكان وروحانيته. جميل أن أتينا العمرة في شهر رمضان المبارك، والأجمل من ذلك أننا زرنا هذا المكان، مكان جبل الرحمة، حيث أننا ننظر إلى هذه المناظر، المناظر الجميلة والمناسك الرائعة، وحيث التقطنا صور تذكارية لننتهى إلى البيت وإلى أهل البلاد. عند الساعات الأخيرة قبل مغرب الشمس تضطرب حركة المعتمرين بين مغادرة للمكان وبقاء فيه، فيما يجدها البعض الآخر ساعة دعاء وصلاة ومناجات ومشاهدة للمكان وعظمته. من جبل الرحمة في شرق عرفات، خميس الزهراني، العربية. في الولايات المتحدة، عاصمة صناعة السيارات الأمريكية ديترويت، تتقدم بطلب إعلان إفلاسها بعد أزمة مالية صعبة كانت واجهتها منذ عام 2009. عاصمة صناعة السيارات الأمريكية أعلنت إفلاسها. مدينة ديترويت التي كانت في خمسينيات القرن الماضي مقصد من يريد أن يعيش الحلم الأمريكي، أصبحت اليوم أكبر مدينة أمريكية تتقدم بطلب الإفلاس إلى المحكمة. إنه يوم صعب جدا بالنسبة إلي، وأنا متأكد من أنه صعب لجميع سكان ديترويت. عندما تسلمت منصبي قبل 4 سنوات قلت إن ديترويت في أزمة مالية، وعملنا كل ما نستطيع لتجاوز الأزمة، ولكنها أزمة صعبة جدا. ديترويت التي جمعت ناطحات السحاب والبيوت المهجورة لم تعد قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية، الأمر الذي قادها في الأسابيع السابقة إلى الاعتماد على أموال سندات مملوكة للولاية لدفع رواتب موظفيها 10,000. هذا القرار كان صعبا ومؤلما، لكن لا نملك خيارات أخرى. لماذا قمنا بهذا العمل؟ ما هو تأثير القرار على مدينة ديترويت وولاية ميشيغان؟ دعني أقول لكم، أولا إن هذه الأزمة بدأت بالتشكل منذ 60 سنة، منذ بداية انحدار ديترويت. أما من ناحية مالية، دعني أكون صريحا، ديترويت مفلسة. أما سكان ديترويت فمصيرهم غير معلوم، مثل مصير هذه المصانع المهجورة، فطلب الإفلاس قد يؤدي إلى فصل موظفي البلدية أو بيع الممتلكات العامة ورفع أسعار الخدمات، ما أثار اعتراض البعض على الجدران، ولكن ذلك سيعتمد على قاضية محكمة فيدرالية تحدد ملامح وجهة المدينة مستقبلا. منذ أزمة صناعة السيارات الأمريكية في 2009 تخلت جميع شركات السيارات عن ديترويت باستثناء جنرال موتورز، فشهدت المدينة بطالة وارتفاعا في نسبة الجريمة وسوءا في الخدمات. ويبقى أمل سكان المدينة أن يحسن طلب الإفلاس أوضاعهم بتدخل من الولاية أو بأي سبيل آخر يضمن بقاء ما تبقى مما كان يوما روح الحلم الأمريكي. من كل عقلي هي مسرحية أبطالها نزلاء في مستشفى الأمراض العقلية والنفسية في بيروت، جسدوا على خشبة المسرح دور الأصحاء ونظرة المجتمع إلى المريض النفسي. نتابع. صرخة من القلب وحدت 16 مريضا نفسيا على خشبة المسرح، اجتمعوا ليقولوا كل على طريقته إن المشاعر وحدها توحد البشر. عزرائيل ياخدك سعدان مجنون. بتمنى من كل قلبي يكون معي مرض سرطان أو سكري، لأنه المريض النفسي ما حدا بحبه. قالوا لي أهلي يلا شيرين، كل كم يوم بالمستشفى بترجع على البيت، كل كم يوم صار له 1460 يوم، 4 سنين، ولا مرة اجوا زاروني ولا مرة تلفنوني. أناهيد تخطت عقدها السادس، تعاني من مرض عصبي عزلها عن أهلها ومحيطها، وذهب بها إلى مستشفى للأمراض النفسية منذ أكثر من 35 عاما، ومذ ذاك تكافح عزلتها بالغناء، سلاح سعادتها الوحيد كما تقول. من كل عقلي مسرحية هي الأولى من نوعها،
أبطالها نزلاء مستشفى الأمراض العقلية والنفسية، قلبوا الأدوار ليجسدوا على الخشبة دور أهاليهم الأصحاء، ناقلين نظرة المجتمع الحذرة للمريض النفسي ووصمة العار التي يلفه بها. نصوص كلها نابعة من أشياء هن حكيوها، كلهم خلقوا من جلسات العلاج. شخص المريض بحد ذاته نعمة بعيلة أو نعمة إنك تكوني بتعرفيه أو هيك، لأنه بيرجع بيذكرك إنه الأهم هو شجاعة القلب مش شجاعة العقل. اللقاء الأول بين زينة وأبطال مسرحيتها كان هنا، على هذه التلة الشاهدة على دموع وضحكات أكثر من 270 نزيلا. أحب الفنار أكثر من أحب البيت، عندي أخواتي ولدتي الله يخلي عيالكم، بروح كل مدة بقعد يوم يومين بضوج بتعن عبالي الفنار. طرق جديدة للتطوير والعلاج تنتهجها الدكتورة لبان وابنتها، من الرقص واليوغا والرسم إلى العلاج بالحيوانات الذي ساهم إلى حد كبير بتنظيم حياة المرضى وإكالهم مسؤوليات جديدة. مجرد ما المريض يوصف لك مرضه كأنه طبيب وأحسن من طبيب ويقبل مرضه انتهى خلص، عارف حاله حبة الدواء حتمشيه حيخضها وحيضل ماشي، بس يا ترى مساهمة المجتمع البراني شو بعمل فيها؟ شيرين، أناهيد، مازن وغيرهم كانوا أبطال هذه الخشبة لوقت محدد، وأبطال هذه التلة لأيام لا أحد يعرف كم تطول. رينا دويهي، العربية، بيروت. نهاية النشرة مشاهدينا، وتذكير بأبرز ما جاء فيها. خطة مشتركة للجيش والداخلية لتأمين التظاهرات بين التحرير والاتحادية ورابعة العدوية. مطار القاهرة يعلن حالة الطوارئ القصوى تحسبا للتظاهرات المؤيدة والمعارضة للإخوان. الأكراد يطردون جبهة النصرة من رأس العين بعد اشتباكات عنيفة سقط فيها 29 شخصا. كيري يصل إلى رام الله لإنعاش المفاوضات، والسلطة تشترط العودة لحدود عام 67 لاستئنافها. إذن هذه النشرة انتهت، لكن مشاهدينا دائما للمزيد العربية.net. شكرا جزيلا على حسن المتابعة، في أمان الله.